اختتم معرض الشارقة العقاري آيكريس 2024 فعالياته التي أقيمت خلال الفترة من 17 وحتى 20 من يناير الجاري في مقر إكسبو الشارقة بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة ودائرة التسجيل العقارية. أكثر من 1,400,000,000 درهم كان حصيلة صفقات معرض الشارقة العقاري إيكرز 2024 الذي اختتم فعالياته المقامة في إكسبو الشارقة على مدار 4 أيام، محققاً نجاحاً كبيراً في تسجيل معاملات على مشاريع متنوعة بعد مشاركة عشرات الشركات المعنية بالتطوير العقاري والوساطة والتمويل وغيرها، وزيادة مساحة المعرض هذا العام بنسبة 60%. من جانبها سجلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة صفقات عقارية بلغت 1,100,000,000 درهم في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، فيما بلغ عدد معاملات عقود البيع المبدئية والنهائية التي نفذتها الدائرة 700 معاملة. حظي هذا المعرض حقيقة من خلال إصدار القرار من المجلس التنفيذي بتخفيض رسوم البيع والشراء، إقبال من جميع المهتمين بشراء العقارات أن يحظوا بهذه الفرصة من خلال فترة المعرض العقاري. ونحن في دائرة التسجيل العقاري ومن خلال منصتي الدائرة في المعرض حقيقة تم تسجيل صفقات عقارية كبيرة. المعرض حظي بإقبال جماهيري كثيف من المستثمرين ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين من داخل وخارج الإمارات، فيما شاركت فيه 93 شركة عقارية عرضت أكثر من 372 مشروعاً عقارياً أمام الزوار. الإنجازات صراحة والصفقات جداً كانت كبيرة، وشركات كبيرة الحمد لله، بعض الشركات الموجودة ما شاء الله سكرت كل الديلات، والمعرض كان السنة هاي كل سنة سبحان الله يعني أفضل عن السنوات الثانية، ومشاركتنا الحمد لله بالعكس استفدنا، والمعرض جدا ممتاز والتنظيم جدا ممتاز. التسهيلات اللي موجودة من إدارة المعرض وكمان قرار حكومة الشارقة بالتخفيض الرسوم ده الحمد لله يعني خلى نسبة الإقبال جدا كبيرة، والتيسيرات اللي موجودة أصلا جوه المعرض والتنظيم نفسه حاجة ممتازة يعني، فالحمد لله يعني تقريبا احنا عندنا في الجناح يوميا فوق المئات يعني موجودين، والحمد لله عندنا نسبة إحصائيات مثلا تقريبا من 100 ل 110 مليون درهم مبيعات الحمد لله. معرض إيكرز شارك فيه أيضاً عدد من الجهات الحكومية وشركات الخدمات القانونية والحلول الأمنية والأمن والسلامة وإدارة المشاريع والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وكل ذلك يؤكد مكانة إمارة الشارقة التي أصبحت محط أنظار المستثمرين وقبلة للعارضين في الدولة والمنطقة والعالم. بصفقات تجارية ضخمة أسدل معرض إيكرز الستار على فعالياته مواكباً آخر التطورات والمستجدات في قطاع العقارات، ومعززاً النشاط الاقتصادي للإمارة بل وللدولة. لأخبار الدار لميا المازمي الشارقة.